لكن لم تمهل المنية أبا طالب حتى توفي وتوفيت خديجة رضي الله عنها عند ذلك ضاق الأمر على الرسول واشتد عليه أذى قوم قومه فلم ير بدا من الخروج من مكة إلى الطائف يدعوهم إلى الله ويعرض عليهم يعرض عليهم أن يحموه أن يكونوا بديلا عن أبي طالب وأن يحموه من أذى قريش فعرض. ذهب إلى الطائف وعرض عليهم دعوته فسبوه سبا قبيحا أقام فيهم أيام يدعوهم إلى الله فلم يقبلوا وسبوه سبا شنيعا قبيحا وأغروا عبيدهم وسفهاءهم يرمونه بالحجارة حتى أدموا عقبه عليه الصلاة والسلام وليس معه إلا مولاه زيد بن حارثة وكان يقيه من الحجارة رضي الله عنه ثم رجع من الطائف رجع من الطائف وبينما هو في بين الطائف ومكة في وادي نخلة أدركته صلاة الفجر فصلى عليه الصلاة والسلام هو ومولاه صلاة الفجر وقرأ القرآن فسمعت الجن سمعت الجن القرآن من رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعجبهم القرآن وأنزل الله تعالى في ذلك قل أوحي إليّ أنه استمع نفر من الجن يستمعون القرآن قل أوحي إليّ أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآناً عجباً إلى آخر السورة وقوله تعالى وإصرفنا إليك نفراً من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتاباً أنزل من بعد موسى يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيب داعي الله وآمنوا به إلى آخر الآيات ثم واصل السير إلى مكة فقال له زيد بن حارثة رضي الله عنه كيف ترجع إليهم وقد أخرجوك فقال يا زيد إن الله جاعل لما ترى فرجا ومخرجا فأرسل إلى <applause> إلى المطعم بن عدي وكان من أشراف أهل مكة أرسل إليه أن يحميه حتى يدخل مكة وكان رجلا مشركا لكنهم كان عندهم الحمية العربية والشهامة وكانوا لا يردون من استجار بهم لا يعتبرون هذا من الفخر أنهم يحمون من استجار بهم فقبل المطعم ابن عدي أن يجير رسول الله صلى الله عليه وسلم في دخوله إلى مكة وتسلح هو وأولاده وأحاطوا بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى دخل مكة وطاف بالبيت وهم يحرسونه وهم يحرسونه